جميل الغروب. مش كده يا بابا؟ وانت وصفتيه حلو في شعرك. انا اسف يا ابو سينا، انا خدت كراستك وقريتها من غير ما استاذنك. ابو سينا انت كمان بتكتبي شعر، وشعر جميل، لكن ايه اللي خلاك تتجهي للشعر؟ مره اخدت دوانك من مكتبه قريته وعجبني، حسيت ان انا كمان عايزه اقول حاجه. عايزه تقول ايه؟ نفس افكارك تقريبا مع اختلاف بسيط. اختلاف زي ايه؟ انت بتبحث وبتتساءل عن سر الكون، اما انا فبكتب عن جمال الكون. بسينة، انت في شعرك بتكلمي عن شخص معين، وصفتي وصف جميل، اسحاب انفاسه، الشمس مرآته، تتمايل الاغصان شوقا اليه. مين هو؟ انا ابوكي ومن حق اعرفه. مش شخص معين. امال ملاك؟ لا انسان ولا ملاك، فكره، نظام، كمال. قصدك الله؟ جايز. بوسينة انا سعيد بيك قوي، لكن يا ريت ما تهتميش بالشعر اكتر من اللازم. ليه يا بابا؟ انا نفسي كتبت الشعر، كنت فاهم الناس هيفهموه ويقدروه. طلعت دواني للناس، كانت النتيجة ولا حد حس بيه. بس أنا يا بابا ما بكتبش شعر للناس، أنا بكتبه لنفسي. لما بكتب شعر برتاح، بحس إني خلقت حاجة جميلة، وده كفاية يا بابا.